اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة في المجال الحقوقي. وناقش المؤتمر خلال جلساته دور كافة الجهات المساندة في تفعيل وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم. تجربة رائدة في المجال الحقوقي تشهدها مملكة البحرين، ومنارة مشرقة يستهدى بها في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية تجعلها مخلدة ويسجلها العالم بحروف من نور في قانون العقوبات والتدابير البديلة. فقد اختتم المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين وسط مشاركة محلية ودولية واسعة في المجال الحقوقي. لا شك بأن هذا المؤتمر الدولي المعني بقانون العقوبات والتدابير البديلة يشكل تجربة حقيقية من أجل البحث في كافة صور تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو فيما يتعلق بالتدابير، وأن من شأن البحث في أحكام هذا القانون من شأنه أن يثري تجربة مملكة البحرين، سواء فيما يتعلق بزيادة البرامج الخاصة بالمحكوم عليهم أو الأعمال الخاصة بخدمة المجتمع. الكل شهد إلى الأشياء المهمة في حقوق الإنسان التي وجدوها في مملكة البحرين. طبعا هذا المؤتمر رايح يكون فيه مخرجات وراح يكون فيه توصيات، وهذه التوصيات راح تعمم على كل المشاركين وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان. وقد شارك في هذا المؤتمر الدولي الذي أقيم تحت شعار قانون العقوبات والتدابير البديلة أكثر من 300 مشارك من داخل مملكة البحرين وخارجها، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. صارت العقوبات البديلة ضرورية من أجل تجاوز بعض المشاكل الناتجة عن الاكتظاظ في السجون أولا، ثم الجانب الثاني يمكن أن تؤدي، وهذا هو المهم كذلك، إلى إصلاح السجناء وإلى أن يستفيدوا من أن يستفيد حتى المجتمع مما سيقومون به. لدينا مثلا تجارب نعرفها أن كثير من السجناء الذين حكموا بعقوبات بديلة قد تغيرت أحوالهم وتحولوا من مدانين إلى مواطنين صالحين، بمعنى تعلموا مهنة، انضبطوا، لم يعد الإجرام يدخل في أدمغتهم. قد تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قاضي تنفيذ العقاب في استبدال العقوبات البديلة، ومن هذه التحديات تم إيجاد بعض التوصيات، ومنها إشراك القطاع الخاص في إيجاد أماكن تشغيل للمحكوم عليهم. ودعا المؤتمر الدولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفع قدما لإيجاد قانون في الدول التي لم تسن أي قانون بالعقوبات والتدابير البديلة، وأوصى بمراعاة أن تكون التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات والتدابير البديلة متوافقة مع معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمقررات الدولية. المؤتمر الدولي للعقوبات والتدابير البديلة يختتم وسط مشاركة واسعة من كافة أقطار العالم، ويؤكد إلى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ونقل هذه التجربة النوعية لكافة دول العالم. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.